السلام عليكم إخواني أخواتي، تحياتي لجميع المشاركين والمشاركات والمتتبعين والمتتبعات للقناة. موضوعنا اليوم على أول قطع نقدية بميتاليك في تاريخ المملكة المغربية. معايا جوج قطع نقدية، الأولى من فئة 5 دراهم، إصدار سنة 1987 ميلادي، والثانية من فئة 10 دراهم، إصدار سنة 1995 ميلادي. والقطعتين يعني أصدرت في عهد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. وبزاف ما كيعرفوش باللي هاد القطعتين فيهم اختلاف ما بين القطعة والأخرى، يعني مثلا 5 دراهم كاينه قطعة أخرى ديال 5 دراهم في نفس السنة الإصدار كاين بها واحد الاختلاف. وأيضا بالنسبة لفئة 10 دراهم نكتشفوا هذا الاختلاف اللي كاين ما بين القطعتين. القطعة الأولى من 5 دراهم كما كتلاحظوا هي هذه، لاحظوا هنا في النجمة، لاحظوا في النجمة، النجمة كتوجد في الوسط، هذا هو الاختلاف اللي كاين. القطعة الأخرى من فئة 5 دراهم لاحظوا معايا النجمة يعني ماشي في الوسط، يعني تقريبا في الحلقة هنايا في هذه الحاشية هذه. هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين القطعتين. وخرجوا يعني إصدارات كثيرة في هذا النوع هذا، في هذا النوع هذا اللي النجمة كتقرب هنا للحلقة والنجمة اللي في الوسط. أيضا بالنسبة لفئة 10 دراهم نفس الاختلاف أيضا، فهذه كما كتلاحظوا هنا النجمة في الوسط، إنما القطعة الأخرى فالنجمة ما كتوجدش في الوسط. لاحظوا معايا هذه النجمة هذه يعني تقريبا هنا في هذه الشرطة في هذه الحلقة، إنما النجمة الأخرى فهي بعيدة على الحلقة على الشرطة. هذا هو الاختلاف اللي كاين في هذه القطعتين ديال بيميتاليك. إخواني أخواتي، نصيحة مهمة بزاف بالنسبة للأشخاص اللي كيبحثوا وباغين يتعرفوا ويكتشفوا معلومات يعني جديدة، معلومات نادرة، معلومات لأول مرة كتذكر في اليوتيوب. فالنصيحة ديالي، وكان سبق لي درت فيديو يعني هذه تقريبا سنة ونصحت فيه نفس النصيحة وبنفس الطريقة، والفيديو راه موجود في القناة اللي بغى يشاهده مرحبا. فالطريقة الصحيحة باش تكتشف معلومات جديدة وهي تأمل وتبحث في العملة، لا المعدني ولا الورقي، يعني تشبر مثلا قطعة نقدية مثلا ورقية وتبحث فيها وتأمل فيها، ربما غادي تكتشف فيها شي يعني معلومات اللي ما غاديش يجبرها وما غاديش تلقاها في الكتالوج أو لا في شي موقع، رغم أنني كنصح بالكتالوج. الكتالوج مهم بزاف، يعني كيوجه وفيه معلومات مهمة ومفيدة. وحتى بالنسبة للشخص اللي أول مرة غادي يتصفح الكتالوج غادي يشبرو في يدو غادي يحس بحاشي تلميذ، لأن يعني المعلومات اللي غيلقى فيه مثلا سنة الإصدار، غادي يلقى فيه الوزن ديال ديك القطعة مثلا، غيلقى فيه الحجم، المعدن منين مصنوع، غادي يعني غيلقى فيه معلومات مهمة. إنما خص يعتمد على نفسه، خص يعتمد على نفسه باش يقدر يكتشف معلومات جديدة. وهذه هي الطريقة، والطريقة هذه كيستعملوها خبراء والناس يعني هواة لهم دراية وحنكة، يعني هذه الطريقة باش كيكتشفوا حتى الأخطاء ديال العملة زائد المعلومات. والحمد لله توفقنا يعني بالمجهود وبهذه الطريقة، يعني اكتشفنا الورقة النقدية ديال اللي فيها آية قرآنية، يعني أول ورقة نقدية في تاريخ المغرب فيها آية قرآنية ما تلقاهاش في الكتالوج ولا في شي موقع. اكتشفنا باللي الإصدار ديال سنة 1987 فيه 23 إصدار، يعني باش تفرق ما بين التوقيعات وتكتشف باللي 3 راه خصك مجهود. الموقع تلقى فيه هذه ورقة أصدرت سنة مثلا كذا،
الحجم ديالها، انما ما يقول لك شي ديك الموقع هذاك راه كاين 23، انت خصك تكتشفها. مثلا 2 دراهم في تاريخ المغرب ما تلقاهاش في الكتالوج، ما يقولوا لكش الكتالوج، يعني انت خصك تكتشفها بنفسك. اول 20 سنتيم في تاريخ المملكه المغربيه انت خصك تكتشفها بنفسك، وهذه المعلومات راه مهمين بزاف، وكنتمنىكم تستافدوا من هذه المعلومات، وبالتوفيق للجميع الى فيديو اخر ان شاء الله.